السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، ونرحب بكم من داخل حرم سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام بأول حلقة لنا من برنامج ليالي الخير. أحبتي، هذا البرنامج راح يسلط الضوء على الأجواء الرمضانية من داخل كربلاء المقدسة، وأيضا راح تكون هنالك أسئلة وهدايا للفائزين الكرام. وللتنويه، هذا البرنامج برعاية دار الوارث للطباعة والنشر التابع للعتبة الحسينية المقدسة. إذا أحبتي خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يسلمكم. الله يتقبل أعمالكم وزياركم جميعا إن شاء الله. يعود عليكم بالخير والبركة. إحنا برنامج ليالي الخير. أهلا وسهلا. الله يحفظك. اسمك كريم من أي مكان؟ أبو علي من كربلاء. حياك الله أبو علي، وتحية لكل أهلنا في كربلاء. أهلا وسهلا بك. إن شاء الله يتقبل أعمالكم جميعا إن شاء الله. شلون نشوف الأجواء أبو علي بداخل كربلاء؟ والله أجواء كربلاء تخبل، خصوصا بهذا الشهر الفضيل، أجواء رحمانية وأجواء مباركة، خصوصا إحنا بجوار أبو عبد الله الحسين. الحمد لله وشكرا ان الله نعم علينا هذا الشيء. الحمد لله، نعمه فضيله. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. نعم. ابو علي، احنا من خلال برنامجنا برنامج ليالي الخير، نعم، عندنا سؤال، وان شاء الله اذا جاوبت على السؤال اكو هديه مقدمه من دار الوارث للطباعه والنشر. طبعا هذا دار الوارث هو تابع للعتبة الحسينيه المقدسه. نعم. الله يحفظكم. السؤال يقول: من هو النبي الذي كان قومه ينحتون الجبال بيوتا؟ النبي اللي كان قومه ينحتون الجبال بيوتا. نعم، يعني كانوا يسوون من الجبال بيوت لهم. اي نعم، اي بلي. اعتقد الاجابه صحيحه ان شاء الله، نبي الله صالح. متاكد من الاجابه؟ ان شاء الله. واذا طلعت غلط؟ بعد شو اسوي؟ الحمد لله. يعني هسه منو النبي؟ النبي الله صالح اللي نبي كان الله صالح. طبعا اجابه موفقه. اشكرك. واجابه صحيحه، هو أشكرك. النبي اللي كان يعني قومه ينحتون الجبال بيوتا هو نبي الله صالح. ان شاء الله موفقين ان شاء الله. الله هديه. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. الله يخليك. ان شاء الله الله يتقبل اعمالكم وزياراتكم ان شاء الله. مركبي دموعي واخذ كل اعتذار. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يتقبل اعمالكم وزياراتكم. الله عليك. الله يسلمك. رحم الله تصلى. رمضان مبارك عليكم. علينا وعليكم ان شاء الله وعلى امه محمد جميعا. يعني انت اليوم في كربلاء المقدسه، نعم، وهاي الاجواء العظيمه شلون تشوفوها؟ هناك مقوله تقول: اذا تسعت الرايه ضاق التعبير. فمن المستحيل اوصف لك قطعه من ارض الجنه. اكيد ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الله يسلمك. شلون نشوف الاجواء؟ الحمد لله خير من الله، والله كنا نتمناها بكل يوم. الحمد بس لله. الحمد لله. احنا من واسط. من واسط؟ نعم. حياكم الله. تحيه لكل اهلنا في واسط. الله يخليك. حفظك الله. بارك ان شاء الله. احنا من خلال برنامجنا عندنا سؤال. نعم. ان شاء الله اذا جاوبتم على السؤال اكو هديه مقدمه من دار الوارث للطباعه والنشر. نعم. السؤال يقول: من هو الصحابي؟ من هو الصحابي. الصحابي الذي امتد به العمر إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام وبلغه يعني بلغه سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هو هذا الصحابي؟ يعني هو هذا الصحابي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامتد به العمر لزمن الإمام الباقر وبلغه سلام الرسول، من هو هذا الصحابي؟ أعتقد حجر بن عدي. فكر بالإجابة. سيد لحظة. صحابي امتد به العمر إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام وبلغه يعني بلغه سلام رسول الله. زين، من هو هذا الصحابي؟ سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. ها؟ أعتقد سعيد بن جبير. لا. والله ما أعرفه. فكروا بالإجابة. لا لا. فكروا بالإجابة. فكر بالإجابة. والله يمكن اعتقد سلمان الفارسي. لا لا كان لا ما اعرف والله، ما مر عليها السؤال الصراحه. ما مر عليكم السؤال؟ اي والله. بس سلمان الفارسي يعني انا تقريبا. لا سلمان محمد ولا الفارسي؟ لا حزت لا لا محمد ولا الفارسي. والله ما يعرف. ما عندنا وقت. ما اعرف والله. ما نعرف. ما تعرفه؟ اي والله.
ان شاء الله انتم فايزين ويانا ان شاء الله يعني ان شاء الله شوفتكم كافي الله يحفظك انتم فايزين ويانا باللقاء وبالذات في المشاركه بال يعني حرم الامام الحسين عليه السلام لكن احنا بنفس الوقت ما عندنا يعني انسان مثل ما نقول خاسر ان شاء الله كلنا فايزين ورغم هذا هاي الصوره هم لحرم الامام الحسين عليه السلام السلام عليكم حجيني سلام عليكم تقبل اعمالكم ان شاء الله ويتقبل صيامكم ان شاء الله الله يبارك فيك احنا برنامج ديال الخير قبوا منه من اي مكان ابو احمد من بغداد ابو احمد من بغداد حياك الله عم ابو احمد وتحيه لنا في بغداد الله يسلمك الله يحفظك يوم شلون نشوف الاجواء في كربلاء والله الاجواء ان شاء الله الزوار موجودين والاضويه والانارات نوره كربلاء الحمد لله شهر رمضان اجواء روحانيه مباركه اجواء روحانيه وقران كريم الحمد لله ختمه قرانيه موجوده بكربلاء الحمد لله وشكرا والزوار ايضا متفائلين بهذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وان شاء الله شهر خير يعم على الامه الاسلاميه خاصه العراق ان شاء الله ان شاء الله عم ابو احمد الله يسلمك الله يحفظك عم ابو احمد احنا من خلال برنامجنا برنامج ليالي الخير عندنا سؤال نعم ان شاء الله اذا جاوبت على سؤالك وهديه مقدمه من دار الوارث ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله السؤال يقول من هو الصحابي الذي امتد به العمر الى زمن الامام الباقر عليه السلام وبلغه سلام جابر الانصاري بلي جابر الانصاري جابر بن عبد الله الانصاري متاكد من الاجابه اي متاكد يعني سنثبت عليها ثبت نعم جابر بن عبد الله الأنصاري بني. الإمام هو عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له راح يعني شاهد ولدي أو صح. الباقر وبلغه من عني السلام بني. الباقر عليه السلام بني. إجابة موفقة وإجابة صحيحة وهدية مقدمة من دار الوارث مشكور الله يحفظك طول عمرك إن شاء الله الله بيكم ورحمة الله وبركاته أريد دعوة من القلب لكل أهل العراقيين استدعي إن شاء الله الأمن والأمان ويرفع هذا الوباء عن العراقيين إن شاء الله عامة إن شاء الله والسلام يعم البلد إن شاء الله إن شاء الله والخير يعم البلد لكل العراقيين إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك عم أبو أحمد شكرا لكم على هذا اللقاء طبعا الله يبارك شكرا للكادر مالكم الله يسلمك عم وموفقين إن شاء الله بعملكم هذا وإن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء شكرا لك عم الله يوديك الله يحفظك طول عمرك ان شاء الله مشكورين مشكورين الله يعزك الله يوديك احبتي المشاهدين فاصل قصير وراجعين ان شاء الله خليكم معنا على الساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع السلام عليكم حجين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك عليكم إن شاء الله عليكم وعليكم إن شاء الله إن شاء الله عليك وعلى عائلة كريم مبارك وصيام مقبول الله يبارك بك ووفقكم لكل خير إن شاء الله اسمك كريم من أي مكان؟ أنا مصدق وعفريت من السماوة أبو منو؟ أبو إيمان أبو إيمان حياك الله عمو أبو إيمان رحمة الله عليك وتحية لكل أهلنا في السماء الله يحييك الله يبارك بك الله اليوم أنت في كربلاء شلون الأجواء؟ الأجواء بدون وصف في بيت الله في حرم ولي الله صح في شهر رمضان مبارك بلي والوجوه الطيبة اللي تدعو لله بالرحمة والمغفرة والرضوان بعد بدون تعليق الحمد لله الحمد لله إن شاء الله يا ربي يتقبل اعمالكم امين صيامكم وطاعاتكم ان شاء الله من جميع ان شاء الله ويحفظكم الصحه والعافيه من جميع ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله من جميع عمو احنا من خلال برنامجنا برنامج ليالي الخير عندنا سؤال ان شاء الله اذا جاوبت على سؤالك وهديه مقدمه من دار الوارث للطباعه والنشر وحضورنا في بيت الحسين هي هديه هو هذا اكبر هديه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين سؤالنا يقول من هو النبي الذي كان قومه ينحتون الجبال بيوتا نبي الله هود لا فكر بالإجابة عمو نبي الله صالح نبي الله صالح متأكد؟ متأكد إن شاء الله وصاحب الناقة يعني هسه الإجابة يعني النبي الذي كان قومه
ينحتون الجبال بيوتا نبي الله. نبي الله صالح عليه السلام. نبي الله صالح عليه السلام. متأكد من الإجابة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إجابة موفقة. الله يوفقكم إن شاء الله. وصحيحة. نبي الله صالح هو الذي يعني قومه كانوا ينحتون الجبال بيوتا. سلام الله على الله. الله يحفظك. وهاي هدية مقدمة من دار الوالد. مشاركتكم معنا وهدية. الله يحفظك عمو. وإن شاء الله نرحمنا بحق الحسين الشريف. الله يبارك. اللي إحنا بجواره. ويدفع لنا كل بلاء بحق محمد الله. الله. ان شاء الله وهل هاي شرف وبركه ان شاء الله الحمد لله وكلها بركات الامام بارك الله بكم شكرا جزيلا ان شاء الله سلام مقبول مره ثانيه واعمالكم مقبوله ان شاء الله الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يسلمك الله يسلمك احنا برنامج ليال الخير على غاسيه اسمك كريم من اي مكان خادمكم ليث علي حسين من كربلاء حياك الله ليث تحية لي أهلنا في كربلاء المقدسة الله يحفظكم إن شاء الله الله يبارك فيكم شلون الأجواء في كربلاء بالذات في حرم الإمام الحسين والله أجواء يعني ما تسولف بعد هو الإمام الحسين سلام الله عليه هو سيد شباب أهل الجنة سلام الله وإحنا اليوم جينا نبارك إلى سيد مولاي صاحب العصر والزمان وإلى شيعة أمير المؤمنين بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشهر الكريم الحمد لله وبحق ليلة القدر أسأل الله أن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا إن شاء الله من أنصاره عجل الله تعالى فرجه الشريف آمين إن شاء الله وأن يبعد عنا الوباء والبلاء بحق محمد وآله الطيبين إن شاء الله إن شاء الله اللهم صل أخ ليث إحنا من خلال برنامجنا نعم يعني برنامج ليالي الخير عندنا سؤال خادم الله. إن شاء الله إذا جاوبت على سؤالك وهدية مقدمة من دار الوارث إن شاء الله تمام؟ إن شاء الله السؤال يقول من هو النبي الذي كان قومه ينحتون الجبال بيوتا؟ اللهم صل على محمد قوم ثمود النبي هو قوم نبي. قوم ثمود صحيح أنا وياك نعم. بس أنا أريد اسم النبي صالح صالح شوي مساعدة علي صوتك خلينا صالح متأكد؟ إن شاء الله يعني ستقول نبي الله صالح؟ إن شاء الله زين متأكد من الإجابة؟ نقول إن شاء الله فضل إن شاء بركة الله بركة أنا أشوفك أنت متأكد؟ بركة سيدة مولاي أبا عبد الله الحسين إن شاء الله سلام الله على الإمام الحسين عليه السلام هسه راح نثبت على نبي الله صالح نعم مولاي إن شاء الله خاف تطلع غلط والله إذا غلط هاي وجوهكم هي اللقاء وياها كفاية الله يسلمك يا حبيبي والله الله يحفظك إن شاء الله إجابة موفقة الله يحفظكم النبي مرسل. هو نبي الله صالح الذي كان قومه ينحتون الجبال بيوتا نعم إجابة موفقة الله يحفظكم وهاي هدية مقدمة من دار الوارث الطباعة والنشر إن شاء الله ربي يوفقكم بس عندي مشاركة بسيطة أهديها للإمام الحسين مشاركة الله يحفظكم يعني مقطع حسين مقطع نعم الله يحفظكم إن شاء الله الله يحفظكم شنو المشاركة؟ عشقت حسين أبو اليمة وغضعت أحزانه وهمومه عشقت حسين أبو اليمة وغضعت أحزانه وهمومه واللي يلومني بعشقه غابت عنه معلومه هو العشق بقانون حتى العاشق يلومه ليش ألطم ليش ما ألطم وما ممسلي بهدومه أنا ألطم ليش ما ألطم وما ممسلي بهدومه جنيت بقماطي بس أم البيت قغاية تاخذني بالقغاية من غيد أغضاع ما تقبل ترضعني حسين هو اللي طم بقانون حتى العاشق يلومه يا أبا عبد الله يا حسين وشكرا جزيلا وحمد الله يحفظك شكرا لك الله يحفظك شكرا جزيلا موفق ان شاء الله طيب الله انفاسك الله يسلمك مولاي شكرا لك اذا احبتي المشاهدين الكرام الى هنا نصل لنهايه الحلقه الاولى من برنامج ليالي الخير نلتقيكم في حلقات اخرى ان شاء الله ونتمنى لكم الصحه والعافيه ورمضان كريم عليكم إن شاء الله إذن أحبتي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته